بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم أخوكم إسلام في قناتكم مصر ميديا أي إي بي. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة دعما من حضراتكم للقناة، وهات كوباية الشاي بتاعتك ويلا ننتقل لعناوين الأخبار. وأول خبر معانا وهو مصر وقبرص واليونان تشن هجوما مشتركا على تركيا، وترامب يلتقي بشكري لحل نهائي لقضية سد النهضة. ولأول مرة روسيا ومصر تنفذان رمايات من منظومات الدفاع الجوي بضواحي القاهرة، وبلاغ عاجل ضد برلماني طالب برحيل السيسي واتهامه بقلب نظام الحكم. طيب تعالوا ننتقل لأول خبر وأهم خبر معانا وهو مصر واليونان تشن هجوما مشتركا على تركيا. تزامنا مع التدريبات العسكرية بين الدول الثلاث في المنطقة، شنت مصر واليونان وقبرص هجوما مشتركا على تركيا، واتهمتها بشن عدوان في مياه المتوسط وسوريا. وعقد وزراء الدفاع المصري محمد أحمد زكي واليوناني نيكوس والقبرصي سافاس الثلاثاء الماضي محادثات ثلاثية في أثينا، وقعوا خلالها وثيقة مشتركة تدين حسبما نقلته وزارة الدفاع المصرية عدوان تركيا في المياه الاقتصادية القبرصية والعدوان على الأراضي السورية. كما اتفق الوزراء الثلاث إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يبقى تهديدا على الأمن الإقليمي والأوروبي والدولي. وقال وزير الدفاع اليوناني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: قمنا بإدانة الإجراءات غير الشرعية لتركيا في المياه التابعة لقبرص، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية القانون البحري، وكذلك التصرفات الاستفزازية التركية المتمثلة بانتهاك المجال الجوي اليوناني ومياهنا الإقليمية. كل ذلك يتناقض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأضاف بانيو توبلوس أن التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة الناشئة في الإقليم تتطلب تقييما عاما للخطر وتعاونا وثيقا بين الدول الثلاث لحماية وتعزيز مصالحهم المشتركة. من جانبه اعتبر وزير الدفاع خلال المؤتمر أنه من الضروري الاستمرار في التعاون بين الدول الثلاث لمجابهة التحديات وتأمين المصالح المشتركة في مواجهة أنقرة، بينما أعرب وزير الدفاع القبرصي عن امتنانه لوزير الدفاع المصري واليوناني وبلديهما لموقفهما القوي والراسخ في دعم القضية القبرصية. وأعلن الوزراء الثلاث اتفاقهم على استمرار التدريب العسكري المشترك بين دولهم وتعميق التعاون الدفاعي في مجالات أخرى مثل الأمن السيبراني وإدارة الأزمات. ومن المقرر حسبما ذكرته وزارة الدفاع المصرية أن ينعقد الاجتماع الثلاثي المقبل في قبرص خلال عام 2020. ويأتي هذا التحرك الجديد بعد أن أطلقت مصر واليونان وقبرص يوم 3 نوفمبر وسط استمرار التوتر مع تركيا التدريب العسكري البحري الجوي المشترك ميدوزا 9 لمواجهة تهديدات محتملة في البحر الأبيض المتوسط. المصدر وزارة الدفاع المصرية و AMHA. ملخص هذا الخبر يعني تدريبات واضحة وصريحة، إنذار تركيا وإدانة لتركيا على ما تفعله في المياه الاقتصادية الخالصة للمياه القبرصية. النهاردة تعدت على قبرص، بكرة تتعدى على المياه المصرية. فمن مصلحة قبرص ان احنا نحميها او نقف جنبها او يبقى في ما بيننا وما بينهم تعاون عسكري، لان بكرة بعد الشر تركيا تحاول انها تفكر تعمل حاجة، يبقى احنا معانا تحالف قوي في البحر المتوسط ضد اردوغان. قولوا لنا رأيكم في المناورات المصرية القبرصية اليونانية، ورأيكم مهم جدا، اكتبوا لنا في التعليقات تحت، منتظر رد حضراتكم. طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا وهو ترامب يلتقي بشكري لحل نهائي لقضية سد النهضة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه التقى مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: التقيت للتو بمسؤولين كبار من مصر إثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة الكبير الإثيوبي، أحد أكبر السدود قيد البناء حاليا في العالم. وأضاف: جرى الاجتماع على ما يرام والمناقشات ستستمر خلال اليوم. وأرفق ترامب تغريدته بصورة تجمعه بوزراء خارجية الدول الثلاث، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين، وظهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر. وفي العام 2011 نشرت إثيوبيا مشروع بناء سد في أعالي النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، وطلبت مصر تعليق بناء سد النهضة على خلفية مخاوفها من أن يقود ملء الحوض الخاص به إلى انخفاض منسوب المياه في المجرى المصري من نهر النيل، وبالتالي إلى الجفاف، فيما أعرب السودان عن اهتمامه بالمشروع. المصدر RT ونوفوستي. تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا، وهو لأول مرة روسيا ومصر تنفذان رمايات مشتركة من منظومات الدفاع الجوي بضواحي القاهرة. نفذت قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية الأربعاء لأول مرة رمايات مشتركة من منظومات الصواريخ المضادة لسلاح الجو، جرت خلال التدريبات العسكرية سهم الصداقة 2019 في ضواحي القاهرة. وقال المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الجنوبية لوزارة الدفاع الروسية في بيان أصدره ليلة الخميس لأول مرة في تاريخهما الحديث: نفذت الوحدات المشتركة لقوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية رمايات وعمليات إطلاق قتالية من منظومات صواريخ مختلفة مضادة لسلاح الجو في تدريب عسكري بضواحي القاهرة. وأضاف البيان أن كتائب مشتركة لمنظومات دفاع جوي من طرازي بوك M2E وتور M2E اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة للعدو، وتابع بدورها دمرت منظومات للدفاع الجوي المتنقلة من طراز إجلا إس من سيارات رباعية الدفع ذات القدرة العالية على تجاوز الحواجز ومروحية للعدو، بينما دمرت منصات مختلطة لمنظومات دفاع جوي من طراز شكلة M4 عربات مصفحة وقوات حية للعدو المفترض. وشدد البيان على أن هذا التدريب تم خلال إشراك أسلحة روسية الصنع فقط، مشير إلى أن الرمايات نفذت بنجاح وتم تدمير كل الأهداف من أول محاولة. المصدر وكالات روسية وآرتي. تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا، هو بلاغ عاجل ضد برلماني طالب برحيل السيسي واتهامه بقلب نظام الحكم. تقدم المحامي المصري بالنقد سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد النائب أحمد الطنطاوي بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم. واستند صبري على مخالفة النائب لتعليمات وقرار مجلس النواب بعدم ظهور أي نائب على وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، والتفافا على ذلك ظهر المبلغ ضده من خلال فيديو على موقع يوتيوب عبر شبكة الإنترنت التي تؤدي نفس الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام. وأضاف صبري في بلاغه أن المبلغ ضده يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن. وطالب صبري حسب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه، حيث قدم صبري حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه. وفي وقت سابق قرر مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي بإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهه، حيث تلقى البرلمان طلبا من 95 نائبا يطالبون فيه بإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم للنظر في الوقائع المنسوبة له. وكان النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه طرح مبادرة إصلاحية من خلال تقديمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ودعا الطنطاوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مغادرة الحكم في عام 2022
والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها، التزاما منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين. المصدر وكالات وارتي. قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت، هل أنتم مؤيدين لتحويل النائب أحمد الطنطاوي لأنه يتم رفع الحصانة عنه، أنه يتحول لنيابة أمن الدولة العليا ويتحقق معاه في هذه القضية، قضية قلب نظام الحكم، أو بيتكلم في حاجات ما ينفعش أن احنا نتكلم فيها دلوقتي؟ ولكن برضو قولوا لي رأيكم في التعليقات تحت، تعليقاتكم مهمة جدا، منتظر تعليقات حضراتكم. وجينا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، أكون سعيد جدا وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.